هذا ليس الريف الأوروبي، بل هي محمية حوف طبيعية على الحدود اليمنية العمانية التي حباها الله جمالا ورونقا قل ما تجد له مثيل. فالخضرة هي السائدة في هذا المكان والمسيطرة على جميع نواحيه، والضباب يلتف حولها، أما البحر فيحيط بها لتكون آية شاهدة على إبداع الخالق عز وجل. هذه هي الزيارة الثانية لي لمحمية حوف. المنطقة سبحان الله ترى فيها معجزة، ترى فيها جمال طبيعي، ترى فيها خضرة. أكثر ما يميز هذه المنطقة إضافة إلى الخضرة وإلى الجو الجميل البحر. البحر يحيط بهذه المنطقة، وهذه ميزة قلما تجدها في منطقة من مناطق اليمن الأخرى. هذه البقعة الجغرافية التي أعلنتها السلطات محمية طبيعية عام 2005 تتمتع بغابة موسمية محاطة بنظام بيئي جاف، تعد واحدة من أكبر الغابات في شبه الجزيرة العربية، وتتميز بكونها موطنا للكثير من الطيور والنباتات الاستوائية الموسمية، ما جعلها مقصدا للباحثين عن أفضل المواقع الطبيعية للاستجمام والتقاط أجمل الصور. في حوف مناظر خلابة جميلة جدا، وطبعا نادرة في مدينة في اليمن بشكل عام. أي مصور يتمنى زيارة هذا المكان يلتقط أجمل اللقطات للطبيعة ولجمال المكان. ورغم ما تمتلكه المحمية من مؤهلات تجعل منها منتجعا سياحيا طبيعي، إلا أنها تواجه تحديات عدة، من بينها غياب الخدمات الأساسية من مرافق فندقية ومطاعم، بالإضافة لقيام الزوار برمي مخلفاتهم، ما يهدد بتشويه النظام البيئي والجمالي للمحمية. منطقة حلوة جميلة، ولكن في بعض الزوار يتركون مخلفاتهم في هذه الأماكن، وهذا يسبب خدش في هذه الأماكن الرائعة الحلوة الجميلة. ومع كل هذا لا يجد الزائر لها إلا أن يخرج بانطباع منبهرا بما رآه من جمال ساحر يأخذه إلى بعيد، إلى عالم آخر، ومستغرب كيف أن محمية كهذه تعاني من الإهمال والتهميش من قبل الحكومات المتعاقبة. حوف رغم ما حباها الله لهذه المنطقة من جمال آخذ وطبيعة ساحرة ومياه بحر باردة، وبالقدر الذي ينبهر الزائر مما يرى يقف مستغربا ومتسائلا، هل يعقل أن تكون هذه المنطقة والمحمية خالية من أي تواجد للخدمات الأساسية؟ محمد اليزيدي لقناة بلقيس، محمية حوف، محافظة المهرة.